Hey everyone! Welcome to my first YouTube video ever. Before I start with the video, please turn on the English subtitles because I will be proceeding in Lebanese. In 3, 2, 1. مرحبا. أنا أليسار وهيدا أول يوتيوب فيديو لإلي. حبيت بلش my first YouTube video بالهورسكوب makeup challenge. بعرف إنه ما إنه جديد but it's a fun trend so حبيت بلش فيها. وقبل ما بلش بالفيديو جرب أحزره أنا وش ممكن يكون برجي. Let's get started. شفت عدة looks وهيدي التشالنج انا شفتها عند داني. رح احط اليوتيوب تبعها بالدسكربشن بوكس تحت. قدرت تحزر انا شو ممكن يكون. اوكي انا برجي الجدي. سو جايز انا نقيت هيدا اللوك. انا هرمت بس انه رجعت. رح احط كل البرودكتس بالدسكربشن بوكس بلو. My base is done, my eyebrows are done, وهلا دغري رح بلش بالعيون. And guys, excuse my hair. اكتشفت جديد انه انا عندي curly hair او wavy slash curly hair. So عم جرب اتعلم كيف اتعامل معه. So لهلا هيدا اللي ظابط. Okay guys, ما بعرف انا كتير صراحة بالابراج بس كتير حبيت هيدا الترند. حسيتها it's fun وكنت كتير عبالي جربها من قبل وكنت دايما عم أجلها لأنه أنا عندي انستغرام بيج منزل عليها فيديوز شورت فيديوز. سو كان عبالي أترك هيدا التشالنج to my يوتيوب وما لقيت وقت أحلى من أنه أفتتح فيها my يوتيوب channel تتعرف علي أكتر. بنفس الوقت كنت عم بعمل شي fun شي interesting hopefully. خبروني بالكومنتس أنتو شو أبراجكم, شو بتعرفوا عن الأبراج, شو بتعرفوا عن برج الجدي. برج الجدي عليه كتير خناقات وفي ناس بتحب برج الجدي, في ناس ما بتحب برج الجدي, في ناس كتير بتتخانق معنا. دايما في exceptions. مين بحب كمان برج الجوزاء؟ ما كمانه yes my best friend is جوزاء. بعتقد اثنيننا بنفس ال بنفس الليفل I think. انا دايما بحب من بعد ما احط الترانزيشن شيد دايما احط اكثر هون بالانر كورنر كمان لصوب جهه عظمه المنخار. اول شيء بحدد فيها المنخار اكثر من هون وبنفس الوقت ما بتبين العين مقطوشه. سو بيعمل بلند لكل شيء بتبين العين كلها سوا مع بعضها متناسقه وبيبين شكلها حلو اكثر. سو بيرسونلي انا بحب دايما اقرب ال اي شادو لهون وباللي بقي على البراش ما بزيد ابدا برودكت بس بعمل بلند على الخفيف هيك بمزج كل شيء تيصير مور فادري. بتحدد شكل المنخار وبتبين العين كلها ظابطه. عاده الاسود لون صعب شوي لانه اذا ما عرفنا كيف نحطه ممكن ينزعلنا كل لوك. سو افضل طريقه انه اول شيء بنحط على الجفن المتحرك بهذا الشكل بنطبع اللون على الجفن ومن بعد ما نركز اللون كله بمحل واحد محل ما بدنا نحنا نرجع نمد اللون نستعمل براش أصغر وبنعمل بلندينج بشكل كتير صغير وهيك بنكون عارفين بالضبط وين عم نعمل بلند وما بنكون عم ننزع شغلنا. سو رح وقف أول شي هون أعمل بلند وارجع إذا بدي زيد بعدين ارجع إذا بدي زيد بعدين برجع بزيد بعدين. نجيب براش نظيفة وأفضل تكون بنسل براش يكون البريسلز تبعها كتير صغار لنقدر نتحكم بالبلاند ما بدنا نمده كتير. سو أول شي منبلش نعمل بلاند شوي شوي وهيدي أكتر بروسيجر بياخد وقت لأنه عملية المزج ليصير بلندد بشكل سيملس
ومرتب وحلو وبنفس الوقت يكون عاطي الأفكت اللي نحنا بدنا إياه. So. بس على الحفة جايز عم بتطلع هيك كتير لأنه هونيك السكرين صار عم بتأكد أنه I'm not out of focus, everything is fine. بعد ما عملت بلند بدي ارجع زيد شوي الاسود, بصير بزيد اسود وبعمل بلند, بزيد اسود وبعمل بلند لحد ما اوصل للون اللي انا بدي اياه 100%. سو رح كمل عيني وارجع لكم. صراحة كنت كتير موترة انه افتح يوتيوب شانل اللي وقت هنفكر انه if I'm ready. كل مرة بقول اوكي بكرة, اوكي next week. So مبارح طلعت بالقرار انه خلاص انا بدي افتح my يوتيوب شانل. انا I have an Instagram page اكيد رح حطها بالدسكريبشن تحت ورح حطها على الشاشة somewhere. So قررت انه خلص بدي افتح الانستغرام, سوري بدي افتح يوتيوب. So امبارح بلشت احضر فيديوز, بتعرف مثل اي شخص بدي يفتح يوتيوب بدي احضر فيديوز اتعرف شو بدي اعمل شو بدي احكي وهيك. بس بعدين رجعت قلت انه you know what, رح حط الكاميرا رح حط الضوء رح جهز كل شيء ورح بلش صور و I'm gonna be me. I'm doing this for fun صراحة because I love makeup. وهي صراحة نوع من ثيرابي لإلي أنا. لأنه قد ما نكون down أو شو ما يكون صاير دايما في عنا شيء دايما بنحب نلجأ له, أو في ناس ميوزك, في ناس بيحبوا يقروا, في ناس بيحبوا يعملوا هايكينج, في كتير أشياء. me personally عندي الميكاب وعندي الميوزك. so هو دي دايما my go to therapy وبنقي شي من بيناتهم. so حبيت انه افتح يوتيوب channel ونزل الفيديوز وبحب كتير اعمل ميكاب. so why not, it's 2021 ومن بعد ما قطعت 2020 so ما بقى في شيء ممكن يكون أسوأ من 2020. so finally قررت انه to do it و hopefully I'm doing a good job. ما بعرف, خبروني if I'm doing a good job او لا. رح استعمل هيدا الجولد اي شادو, ودايما بحب استعمل الشمري اي شادو باصبعي. اذا ما بتحبوا تستعملوا اصابعكم فيكم تحطوا شويه سيتنج سبراي على براش وتستعملوها. وبي فلات براش راح حدد المحلات الدقيقه يلي ما يوصل لها اصبعي بهذا الشكل. لا اذا ان كيس خبينا شوي من الاسود دايما فينا نرجع ونرجع نزيد شوي الالوان later it's okay. دايما فينا نزيد قد ما بدنا بس ما فينا نخفف. سو انا دايما بفضل to build the makeup شوي شوي لانه فينا نزيد دايما بس ما فينا ننقص. اوكي لقوي اكتر لون الجولد بدي استعمل شيء تاني اقوى شوي. Guys, makeup has no rules. إلو basics, بس ما إلو rules. So it's okay. إذا حبينا نزيد شوي ونخفف شوي, صار مثل ما أنتوا بتكون. بالصورة هو مش هالقد مقوي ال gold shade. بس honestly. I love shimmers. So the more the better.
بعد ما حطيت الجولد شيد رح حط ارجع شوي اسود، اعمل بلند واتاكد انه كل شيء مثل ما انا بدي، وارجع انتقل للعين الثاني سوية على السريع اوف كاميرا وارجع لكم. اوكي جايز، سو اي كولد ماي فريند، هي كثير بتعرف بالابراج، سو ليتس. الو، هاي، بونسواري. بونسوار، منيحه وانت؟ ولا عندي عشاء. عندك عشاء؟ رقصت يلا. اوكي، ما حطول عليك كثير. لا بالعكس، صور، عم صور فيديو، بس بدي اسالك عن شيء. خبريني اكثر عن برج الجدي. اوكي. اوه واو، شو عندك هالشهر ولا اليوم؟ لا لا هيك بشكل عام يعني. خبريني عن شخصية الجدي، عن معلومات الجدي. شغيل، هارد وركر. اوكي. عنده سنس اوف هيومر. اوكي. مهضوم. اوكي. عنيد شوي، عنيد شوي كثير. فج، فج، ما عنده دبلوماسية، بيعطي رأيه يعني واحد. من بعد كل شيء قلتي ما حدا حيعمل لي سبسكرايب. ليك لخبرك شيء، انا عم صور فيديو هلا، اول فيديو لإلي على يوتيوب، وعم بعمل ميك اب خاصه بالابراج، بما انه انت اكثر حدا بيعرف بالابراج، سو قررت اقول لك. عم تمزحي. باي. يلا باي باي. اوكي جايز، من بعد ما سمعتوا عن الجدي رح جرب كمل. اوكي وين كنا صرنا؟ ما بعرف، وين المراية؟ I'm back. خلص العيون، حطيت eyeliner وحطيت ماسكارا. قليل كتير لتشوفوني عم حط false lashes، لانه انا ما كتير بحب حط false lashes، so رح اكتفي ب هيدا اللاش اللي هو ماي لاش. دايما don't forget to tap the excess، لان دايما ممكن ننزع الاي شادو. اول شيء ممكن ينزل فول اوت على وجهنا وينزع لنا الاي شادو، كمان لما نكون عم نحط too much product. وبمزج اكيد لونين مع بعض بهيدا الشكل بيصيروا سيملس ببرش كتير صغيرة. حط سيلفر هايلايت بقلب الانر كورنر. It makes a lot of difference. So ليك الفرق. وصلنا لاخر ستيب اللي هن اللبس. كمان في 3 different pictures رح حطهم على الشاشه. سو انا نقيت هيدا لانه ما بدي كتير غمق بقى، اوريدي العيون صاروا كتير سموك كتير غامقين، سو حبيت اعمل شيء شوي فاتح. هيدا الليب لاينر صراحة ما بعرف من وين جبته، هو منو براند ولا شيء، بس it's one of my favorite lip liners، كتير بحبه صراحة، ما بتذكر من وين جبته بس I love it. ليك قدي لونه حلو، ما معقول.
And this is the final look. بتمنى تكونوا انبسطوا بهذا الفيديو معي، بتمنى تكونوا حبيتوا أول يوتيوب فيديو لإلي، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت داون بلو شو الترندز اللي عبالكم جربها، وخبروني كمان شو برجكم بالكومنت وشو بتعرفوا عن برج الجدي. Anyway guys, thanks for watching. See you next week. Bye.